مستمعينا الكرام، وصلنا وياكم إلى وقفة جديدة. حيكون ويانا باستضافتنا سيادة القنصل دكتور سلوان رشيد السنجاري، القنصل العراقي العام في القنصلية العراقية في لوس أنجلوس. فحنحكي معه عن طريق الهاتف من لوس أنجلوس. حسب هالوقفة حتكون وياي أختي رانيا جميل وأستاذ حكمة جورو. أهلا وسهلا. طبعا في البداية أهلا وسهلا بالدكتور سلوان السنجاري القنصل العام في مدينة لوس أنجلوس. نعم. نشكرك لتكرمك بالمشاركة في إذاعتنا الموقرة الراديو الكلداني. هذا دليل على حبك لشعبك ولبلدك العراق العظيم، وتعاونك مع أجيال العراقية التابعة لقنصليتكم. أهلا وسهلا. نعم. طبعا من خلال هاي الوقفة راح يكون عندنا هواية من المستمعين مالتنا اللي يريدون أي سؤال أو أي استفسار، يقدرون أكيد يتصلون ويانا أو يتواصلون ويانا عن طريق الفيسبوك أو عن طريق هاتف الراديو اللي موجود على الفيسبوك هسه حاليا أو عن طريق اليوتيوب. نعم، اللي خارج أمريكا يقدرون يتصلون بينا عن طريق الواتساب أو فايبر، وبعدين يخلون المفتاح 001، بعدين تخلون الرقم مالتنا اللي هو 619-635-3364. نعم. ناخذ الاتصال. ألو 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 ألو. صباح الخير سيادة القنصل. صباح الخير. أهلا وسهلا أستاذ سلوان رشيد، إحنا نشكرك جزيل الشكر لإعطائك هذه الفرصة لنا حتى نلتقي بحضرتك عبر الهاتف، بس إن شاء الله بالمرات الجاية راح تكون متواجد ويانا هنا. إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم. صباح الخير على الجميع. صباح الخير سيادة القنصل دكتور سلوان رشيد السنجاري، القنصل العراقي العام في القنصلية العراقية في لوس أنجلوس. يا مرحبا. أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم. طبعا نورت الراديو الكلداني. نور بكم أكيد، وسمعت كل خير وكل شيء طيب عندنا هذا الراديو. فخور بكم أنه موجود راديو يمثل العراق ويخدم الجالية العراقية في كاليفورنيا. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ. أكيد أني وياك رانيا جميل وصديقتي أو أختي وياي جينان يوسف، وأكو متواجد ويانا هسه الأستاذ حكمة جورو. راح نكون إحنا الثلاثة وياك، ومثل ما قلت إن شاء الله بالمرة القادمة راح تكون متواجد ويانا هنا إن شاء الله. طبعا دكتور هذا شرف إن شو ما تفضلت حضرتك وقبلت الدعوة وشاركتنا في الراديو الكلداني، واحنا نشكرك جزيل الشكر طبعا، والما راح تقدمه لنا في المرات القادمه. دكتور سلوان، دكتور سلوان، يعجبنا نعرف يعني نبذه بشكل مختصره من هو دكتور سلوان رشيد السنجاري. اتفضل. شكرا. ابتداء صباح الخير على كادر الراديو وكل من يستمعنا الآن لهذا الكلام اللي أو هذه الجلسة اللي صح كل واحد في مكان الآن، لكن يجمعنا الراديو ونكون في حوار مع مستمعين هذا الراديو. ابتداء اسمي سلمان رشيد سنجاري، من مواليد الموصل 1975، متخرج من كلية القانون جامعة الموصل، حاصل على الماجستير والدكتوراه من نفس الجامعة. اختصاصي هو القانون الدولي العام. عملت في مجال المحاماة لسنوات، عملت في مجال التدريس لسبع سنوات في جامعة الموصل وفي جامعة دهوك. بعد هذه الفترة انتقلت للعمل في وزارة الخارجية، عملت في وزارة الخارجية أيضا لمدة 3 سنوات في مقر الوزارة في بغداد، كنت مدير قسم المعاهدات في الوزارة. بعد هذا خدمت في ممثلية العراق في نيويورك، ممثلية العراق لدى الأمم المتحدة. اشتغلت في هذا المكان لـ4 سنوات، اشتغلت فيها ك
مسؤول للملفات القانونية وملفات حقوق الإنسان، وعملت كنائب الممثل الدائم للعراق في الأمم المتحدة. بعد هذا رجعت مرة ثانية إلى مركز الوزارة وعملت في دائرة حقوق الإنسان وفي الدائرة القانونية وفي دائرة أمريكا. بعد هذا بدأت في مشوار جديد الآن منذ 5 أشهر، بدأت في العمل كقنصل عام لجمهورية العراق في لوس أنجلوس. العمل جديد مختلف عن محطات العمل السابقة اللي عملت فيها، لكن سعيد جدا أنه راح أكون أقرب إلى الجالية وأحاول أن أقدم خدمة أفضل لأبناء الجالية من خلال هذا الموقع الجديد. طبعا دكتور مشكور على هذه المقدمة الرائعة طبعا، وهذه الإنجازات الرائعة اللي عندك حضرتك والشهادات المحصل عليهن. ذكرت أنت شلون تتقرب على الجالية، الحقيقة أنت تقربت وصرت هسه بلب الجالية لكونك من جيت هنا وقدمت هذه المساعدات وهذه الخدمة الجليلة خاصة هذه السنة. فعد هسه اسمك على كل تقريبا عراقي موجود في سان دياغو حسب احنا ما نعرف الجمعيات الموجودة وحسب الناس اللي يتصلون بينا، دخلت بقلبهم بفترة قصيرة جدا. هذا دليل على أنت حبك للجالية وحبك لمساعدتك لهم. دكتور سلوان، أنت قلت أنه قبل 5 أشهر استلمت هذا الموقع. هذا الموقع إيش قد مثلا ياخذ، كم المدة اللي يبقى بيها؟ احنا عادة حسب العمل بوزارة الخارجية كل محطة عمل خارجي مدتها 4 إلى 5 سنوات عادة. هاي المدة هي اللي معمول بها بالنسبة لأغلب الوزارات الخارجية في العالم، 3 أو 4 أو 5. بالنسبة للعراق هو 4 سنوات هو المدة الأساسية. نعم. ممكن تكون 5 سنوات أحيانا. نعم. قبل 5 أشهر من أخذت هذا الموقع، شلون شفت العمل هناك؟ يعني هل هو بصعوبات أو الموظفين الموجودين، البيئة الموجودة هناك شلون شفتها؟ أكيد مختلفة عن غير أماكن اللي كنت بيها. نعم، أنا مثل ما وضحت أنه العمل القنصلي، إحنا بالوزارة الخارجية عندنا العمل الثنائي والعمل المتعدد الأطراف. الثنائي مجرد للمعلومات لكم والمستمعين أنه الثنائي اللي هو العلاقة مع دولة أخرى، يعني متمثلة السفارات الموجودة في عواصم الدول، والمتعدد الأطراف هو اللي يركز على العلاقات مع المنظمات الدولية، وعندنا العمل القنصلي اللي يتركز على خدمة الجالية وتقديم الخدمات القنصلية. ابتداءً أني قبل ما أكلف أو أحضر أو أصل إلى لوس أنجلوس، الشهر قبلها بديت أجمع معلومات عن القنصلية، طبيعة العمل فيها، عن الجالية وأعداد الجالية وطبيعة الجالية وش تحتاج الجالية، وأهم المشاكل أو خلينا نقول السلبيات اللي عادة الجالية تشكو منها، القنصلية ما تقدر أن توصل أفضل خدمة للجالية. حاولت أنه أجمع معلومات من هذا النوع قبل ما أباشر بعملي، وبالنهاية توصلت إلى أنه عندي تصور معين عن الوضع، يعني حد أدنى من التصور عن الوضع في القنصلية وما قدمته بالفترة السابقة، وحاولت أن يكون لي رؤية جديدة أنه ما شنو الشيء اللي أقدر أني أضيفه في العمل خلال فترة وجودي في القنصلية. فبدأت من الأسبوع الأول حقيقة أنه أطبق الخطة اللي أنا جاي بيها، أنه أساسياتها أنه العمل في القنصلية أن يكون قدر الإمكان أكثر نوعية، نوعية تكون أفضل. الشخص اللي أو المواطن اللي يحضر يحاول إحنا قدر الإمكان نقدم له أفضل ما يكون، يعني نرتقي بمستوى الخدمة المقدمة اللي تعتمد على نوعية الخدمة وتعتمد على سرعة الإنجاز والدقة في الإنجاز. هذه الأمور اللي ركزت عليها. الجانب الثاني أنه القنصلية تكون أقرب من الجالية، يعني سهولة الاتصال بالقنصلية، تسهيل هاي المحطة،
أن يكون لنا تواصل، مثلا إذا يكون لدينا أي إعلان أو أي توجيه معين نحاول أن نوصله، يكون عندنا جسور معينة نصل للقنصلية من خلالها. حاولنا هذا الشيء من خلال مثلا ركزت على نقطة الاتصال بالقنصلية والإجابة على الهاتف وإجابة الإيميلات وهذه الأمور، هي حاولت أنه أصلحها من أول أسبوع لوجودي في القنصلية. الآن أعتقد إذا نرجع للشكاوى والانتقادات المتعلقة بعدم الإجابة على المكالمات، خلي ما أقول ما موجودة بس تكون حاليا هي أقل من السابق. هاي طبعا أنا عرفتها من خلال الأسئلة ومواقع التواصل الاجتماعي، شفت هناك انتقادات كثيرة أنه يتم الاتصال بالقنصلية وماكو إجابة. حاولنا أنه حتى من خلال السوشيال ميديا أيضا أن يكون لنا موقع جديد على الفيسبوك، من خلال هذا الموقع نقدر أنه نتواصل مع الناس. طبعا السوشيال ميديا الآن لها دور في التواصل بشكل عام على مستوى القطاعات، وهي نوع جديد من حتى من الدبلوماسية. فحاولنا يكون لنا موقع ننشر من خلال اللي نريد أن ننشره كقنصلية، وبنفس الوقت نستقبل الاقتراحات وحتى الانتقادات حتى يكون عندنا تواصل أفضل مع أبناء الجالية. طبعا حقيقة بدأنا بخطوات معينة من الخطة اللي ذكرتها، لكن بعدنا في البداية. نحاول أنه تلمس الجالية بعد فترة معينة أن هناك تغيير معين، تغيير حصل، تغيير إيجابي في القنصلية بما ينسجم مع احتياجات وتطلعات أبناء الجالية. دكتور طبعا إضافة إلى كلامك، الحقيقة لمسنا هذا الشيء من خلال اتصالنا بالقنصلية وخلال الهاتف، طبعا مقسم إلى إذا تريد تحكي وياه على جوازات، إذا تريد لك شغلة معينة أنتم قسميها، وهذا مشكور طبعا قبل ما كانت موجودة. والمراجع أو المتصل يجب أن يفهم هذه القضايا كلهن. لازم إذا تقول له مثلا تروح على الجوازات، إذا ما حد جوابه يقدر يخلي مسج حتى شنو يبين بالصورة، ويقدر يخلي رقم تليفون احتمال القنصلية ترد له المكالمة. فعد هاي الشغلات يجب أن تتوضح الجالية العراقية الموجودة في كل مكان من يتصلون بالقنصلية. القنصلية مثل ما تتصل the same thing، مثل ما أنت في أمريكا تتصل الدكتور يقول لك شو تريد تحكي ويا، تأخذ موعد، تأخذ الشغلة الفلانية. فعد نفس الشيء حاليا مشكورين أنتوا مسوين هذه مقسميها، وحتى تسهيل للمواطن شيري يراجع مو قبل رأسا يحكي ويا القنصلة ويحكي ويا أحد. ها طبعا شيء مشكورين عليه. وبالنسبة للفيسبوك، العفو الموقع، يمكن الموقع معكم هسه مبين، وأي واحد إذا عنده شغلة شيء يقدر يزور الموقع وبعدين يقدر ياخذ استمارة أو أي شيء. أكيد. تفضل دكتور. احنا عندنا صفحة اللي مرتبطة بموقع وزارة الخارجية، طبعا راح يكون موجود فيها أغلب الشروط والفورمات الرئيسية اللي تحتاج إلى أن المواطن يعني يسوي لها داونلود وبعدين يمليها ويرسلها. الموقع أصلا بكل شيء حاولنا أيضا نحسنه بحيث أي شيء موجود نتوقع المواطن يحتاجه راح يكون موجود في الصفحة الرسمية الرئيسية. بالنسبة لصفحة التواصل الاجتماعي، حتى يعني ممكن الناس أحيانا تلاحظ أنه أسئلة تنطرح في أوقات متأخرة بالليل، يعني ناس ما تتوقع أصلا أكو إجابة بهذا الوقت، لكن أكو كادر معين أصلا متفرغ لموضوع الصفحة. يعني على سبيل المثال البارحة كنت أتابع الصفحة، أنا أشرف عليه طبعا الصفحة بشكل مباشر، أتابع أنه موظفي الجوازات على سبيل المثال كانوا دي يجاوبون الناس على الوجبة الجديدة اللي صدرت من الجوازات. كان الوقت تقريبا ساعة واحدة بعد منتصف الليل، كانوا إجابات وشروحات معينة وتوجيه ومساعدة للناس في هذا الوقت. وأنا بالنسبة لي طريقة الإشراف عليها أنه حتى أشيك المسج اللي تجي، إذا صار لها ساعة زمان تقريبا شفت ما لها إجابة راح أشوف المعني المفروض يجاوب، أرجع أتصل بي أقول له عندك رسالة صار لها ساعة واصلة على مثلا على الفيسبوك وما لها إجابة مفروض جاوبها. فهذا الشيء أعتقد اللي عندهم تواصل
هذه مع القنصلية في موضوع الاتصالات بالهاتف، وصفحة التواصل الاجتماعي لمسوها أن هناك استجابة سريعة. قدر الإمكان نحاول أنه ننطي إجابة ونوفر على المواطن أنه يسافر من مكان بعيد أو يحضر إلى مكان القنصلية، مجرد حتى يكون عنده استفسار معين أو حتى يقدم معاملة وبالأخير يطلع عنده نقوصات ولازم يرجع ويجي مرة ثانية. نحاول أن نجنب الناس والمواطنين هذه المسألة. العفو دكتور، إذا تتكرم حضرتك علينا وتسمح لنا نأخذ اتصال. نشوف. نأخذ اتصال. ألو. 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 نعم. خالد. يا ويانا دكتور خالد. ألو. ألو. نعم. تفضل دكتور. دكتور خالد تفضل حبيبي. أول شيء يعني أشكر راديو الكلداني لاستضافة سيرة القنص العراقي. شكرا. توضيح الأمور المتعلقة بالجالية. نعم. جالية العراقية في سانتياغو. طبعا هذه السنة أغلبية المعاملات تشيدون طبعا جهود مشكورة اللي قام بها الأعضاء هذه القنصلية. كذلك يعني نشكرون أعضاء الجهات الكلدانية وبعض الجمعيات الأخرى خاصة جمعية الأسهم الخيرية، ساهمت بالتنظيم أصحاب القاعات والنوادي اللي هي تكون مستلزمات يحتاجوها هذه القنصلية. اقتراح بس صغير، وأن يكون هناك لقاءات بين كادر القنصلية مع الجالية خاصة قبل نهاية السنة لتسهيل على كل قد خلق روح التواصل والتعاون بين القنصلية والجالية حتى نوفر خدمة أفضل لكبار السن المعوقين. نعم. الانتقادات لسيادة العلم مثل أكو أخطاء فردية بعض الانتقادات كنت لافيها السنة القادمة. أشكر جميع اللي قاموا بهاي الجهود وسهلوا معاملات هنا بسنة، وإن شاء الله السنة الجارية. أستاذ خالد، إذا عندك سؤال دكتور خالد، إذا عندك سؤال للسيد القنصل ممكن حضرتك يعني سيد القنصل. نعم. يا سيادة أنا أريد فشي واحد إنه يكون هناك تنظيم أداء خاصة لأنه بعض كبار السن إنه ما يقدرون ينتظرون مدة طويلة لأنه بسبب حالتهم الصحية، فتكون الأولوية اللي عندهم عوق أو كبار السن اللي ما يقدرون إنه ينتظرون فترة زمنية معينة. مشكور. تفضل سيد القنصل. تفضل دكتور. نعم، شكرا دكتور خالد على مداخلتك، و دار حضرتك كنت متابع للأنشطة اللي قامت بها القنصلية يمكن مؤخرا، واحدة منها زيارة إلى سان دييغو وإنجاز عدد من كبير حقيقة من المعاملات. حاولنا قدر الإمكان أنه تكون أكثر تنظيما طبعا هذه الزيارة، وأعتقد كان فيها نوعا ما تنظيم. أتفق معك أنه موضوع كبار السن ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاجون إلى أكثر خصوصية ومراعاة. طبعا الموضوع كان شهادة الحياة، وأغلب اللي يجون على شهادة الحياة هم من كبار السن عادة يكونون، لكن مع هذا حاولنا أن يكون عندنا نوع من خصوصية لهم على الأقل، يعني نجنبهم الانتظار. قسم منهم يعني قد يكون أنجزت معاملاتهم، مع هذا احنا نفكر انه التجربة القادمة انه نتلافى هذا الموضوع، يكون لهم خصوصية وأولوية أكبر للفئتين هذه كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. شكرا لمداخلتك. شكرا جزيلا دكتور خالد على المداخلة،
وطبعا سنرجع الأسئلة مالتنا. عندنا هنا سؤال: الرجاء إعلامنا المدة التي تأخذها من التقديم لتجديد الجوازات إلى الاستلام، الوقت الذي يأخذها، يعني لما نريد نجدد جواز إيش قد يأخذ المدة من واحد يقدم الجواز حتى ما يستلمه؟ نعم، شكرا على هذا السؤال. أيضا أعتقدهم كثيرين، هذا يجينا عادة هذا السؤال من دائما. حقيقة موضوع الجوازات، احنا منظومة، احنا ندير منظومة في القنصلية نديرها قسم الجوازات. هذه المنظومة مرتبطة بوزارة الداخلية العراقية اللي هي الجهة المعنية بإصدار الجوازات. هذه المنظومة صحيح يتم التقديم على الجواز. طبعا موضوع تجديد الجواز حاليا هو نفس موضوع في نفس الوقت هو عبارة عن عملية إصدار لجواز جديد. مفهوم تجديد الجواز حاليا هو عبارة عن عملية إصدار جواز، لكن الفرق أنه فقط الشخص يكون عنده جواز سابق وعنده معلومات. هذه المعاملة بعد استلامها من قبل القنصلية تدخل من خلال هذه المنظومة بشكل مباشر إلى منظومة وزارة الداخلية، وتبدأ عملية المعالجة تسمى هناك، اللي هي تشمل تدقيق الأوليات الموجودة. هل الشخص عليه أي منع أو أي مشكلة قانونية؟ هل المستوسكات اللي قدمها صحيحة ودقيقة؟ لو بيها يعني شائبة تزوير أو شيء من هذا القبيل، هذه تأخذ مرحلة ووقت معين تسمى مرحلة المعالجة. بعد هذا يتم طبع الجواز. طبعا عملية طبع الجواز حتى تكون واضحة، طبع الجواز يتم في بغداد. نعم. بعد ما تتجمع مجموعة كبيرة من الجوازات لكل قنصلية أو سفارة عراقية، يتم إرسال هذه الجوازات أما من قبل شخص من بغداد يجيبها أو شخص يروح من القنصلية يستلمها، بعد أن يعني يكون عدد يعني معقول من الجوازات. عادة المدة حسب التجربة اللي هنا موجودة، المدة تتراوح الحد الأدنى شهر، وقد تصل إلى 3 أشهر، تعتمد على الحالة. يعني أكو ناس معينة تقدم خلال شهر تطلع، إذا مرحلة المعالجة عندهم ما طولت، يعني ماكو اشتباه على الاسم أو تشابه أسماء أو أي شيء، أو المستمسكات ما بيها مثلا عدم وضوح أو شيء من هذا القبيل، فتكون خلال ممكن تطلع الجوازات تنجز خلال شهر. لكن عادة يعني حقيقة خلي يكون واضح، يعني أقل شيء حاليا بنمشي بالشهرين، خاصة أنه احنا ننتظر أنه تتجمع يعني تجمع عدد معين من الجوازات حتى ترسل. يعني المعدل شهر إلى شهرين هذا على الأكثر، وفي حالات معينة تصل إلى 3. مشكور دكتور على هذه الحقيقة الملاحظة القيمة. بس كل مستمع قاعد يستمع للحديث راح يعرف المدة المقررة إيش قد راح يصير حتى يستلم الجواز. نعم. طبعا عندنا بعد أسئلة أخرى نريد نسألك بها دكتور سلوان. عفوا قبل ما نسأل أكو اتصال آخر؟ أكيد إذا تسمح لنا دكتور، أكو اتصال آخر. نعم. ألو. ألو. ألو تفضل. صباح الخير. صباح الخير أستاذ عدنان. عدنان هندو من سانتياغو. أهلا وسهلا أستاذ عدنان، تفضل. العفو عادي، عندي بس استفسار من سيادة القنصل. نعم تسمعك، تفضل. احنا طبعا يعرف القنصل يعرف انه عدد الجالية العراقية في سانتياغو انه عدد كبير جدا، وهم لابد عندهم فد احصائية معينة عدد السكان العراقيين الموجودين في سانتياغو. فهل الامكانيات الهائلة اللي يمتلكها العراق من اموال، هل يعصى الحكومة العراقية أن تفتح مكتب في سانتياغو اللي ما أصور يكلف لفد 20-30 ألف دولار بالشهر مثلا، حتى يسهلون على الناس العراقيين الموجودين في سانتياغو عناء السفر والتكاليف وخطورة الطريق حتى ينجزون معاملاتهم؟ ففتح مكتب للقنصلية في سانتياغو بات أمر ضروري للعراقيين.
فهل هاي الإمكانيات المهولة ما تسمح يفتح مكتب في سان دياغو؟ فأرجو أن يجاوبني بصراحة، وأن يعرف أنه هو موظف وليس صاحب القرار. فهل أصحاب القرار في وزارة الخارجية أنه ما يقدرون يفتحون مكتب في سان دياغو؟ وأنا أشكره جزيل الشكر، وأشكر راديو كلداني لإتاحة الفرصة لسيادة القنصل لتوضيح الأمور المهمة للتخص الجارية. نعم. شكرا جزيلا. تفضل دكتور. شكرا أخ عدنان. طبعا هذا الاقتراح سبق وأن أتصور يعني سمعنا، أنا شخصيا سمعت أنا، وأعتقد القبل أيضا موجود الاقتراح، حتى نكون يعني واضحين بهذه النقطة. ابتداء قرار فتح قنصلية أو مكتب القنصلية لا يعود لوزارة الخارجية فقط، يعني مرتبط بعدة جهات في الحكومة. رئاسة الحكومة لها علاقة بالموضوع، وزارة المالية وجهات أخرى. موضوع فتح المكاتب في المدن اللي تتواجد فيها جاليات عراقية، طبعا صح أنه المقترح مقدم سابقا أيضا من جاليتنا الكريمة في سان دياغو، لكن في نفس الوقت هناك اقتراحات عديدة في هيوستن، في سان فرانسيسكو، في ناشفيل، في عدة مدن قد تصل إلى عشرة اقتراحات، وأغلبها أيضا يعني جديرة بالدراسة حقيقة، لأن عدد الجالية بدأ يزداد في الولايات المتحدة. لكن في المرحلة الحالية بتصوري أنه الموضوع قيد الدراسة حاليا، موجودة كمقترحات. أنا ممكن بالخارجية شايف هذه المقترحات الموجودة. فتح مكتب بالمقابل يعني ما عندنا هاي الصيغة بموضوع فتح مكتب قنصلي هنا. إذا قلنا فتح مكتب قنصلي في سان دياغو اللي هي ثقل، أنا أعترف أن ثقل الجالية العراقية في جنوب كاليفورنيا هو في سان دياغو، لكن المكتب أتصور يعني القنصلية كلها تنتقل وتشتغل هناك، راح يكون أسهل الموضوع من فتح مكتب بموظفين أو ثلاثة، ما راح يقدرون يسيطرون على كم العمل الموجود هناك. بالمقابل إذا قسناها في البعد بين سان دياغو ولوس أنجلوس، هناك مدن وولايات، احنا نغطي طبعا هنا لوس أنجلوس نغطي 14 ولاية في الغرب الأمريكي، البقية تغطى من قبل قنصليتنا في ديترويت والقسم القنصلي في واشنطن. هناك ولايات أبعد عن القنصلية، ولايات ما ممكن السفر إلى لوس أنجلوس إلا من خلال الطائرة. طبعا هذه المدن أيضا هم أيضا راح يكون موضوع أيضا جدير بالدراسة. الولايات المتحدة بها خصوصية حقيقة. احنا المقترحات اللي نرفعها عادة حتى نوازن بين الحاجة الملحة لوجود مكاتب في عدة مدن أمريكية، وفي نفس الوقت صعوبة فتح هذه المكاتب، حتى طبعا بالمقابل هناك صعوبة من ناحية السلطات الأمريكية. هذا المفهوم يخضع لقواعد واتفاقيات دولية للعمل، ويجب أن يكون متوازن مع عدد المكاتب والقنصليات الموجودة في العراق. هذا المفهوم أيضا يجب أن يأخذ بعين الاعتبار، أنه يعني فتح عدد القنصليات في دولة معينة يجب أن يقابل عدد مماثل في الدولة الأخرى، يعني في العراق قصدي الولايات المتحدة في العراق. التوازن بين الاثنين الحاجتين هذه وهذا الاعتبار، يعني عادة احنا نرفع مقترحات انه نحاول كيف نوازن من خلال ابتكار طرق معينة تسهل على المواطن، اللي من خلالها كان انه مبادرة تمشية المعاملات من خلال البريد. طبعا هاي المبادرة ما موجودة في بقية القنصليات العراقية في دول بقية دول العالم، طبعا موجودة فقط في الولايات المتحدة لخصوصية العمل في الولايات المتحدة وبعد الولايات والمدن عن مقار القنصليات. أعتقد أن تفعيل هذه الآلية أو دراستها أو أنه يكون لها ميكانية عمل
أفضل قد يكون أيضا تفي بالغرض خلال المرحلة الحالية على الأقل. فتح على الأقل مكتب أو تمثيل قنصلي معين في مدن هو قيد الدراسة، يعني ليست بفكرة مرفوضة، لكن هناك عقبات في طريقها، عقبات حتى ذات طابع مالي. الآن الفترة السنوات الماضية هناك حالة من التقشف بدت في صرفيات الحكومة العراقية، كانت بعقبة مرحلة انخفاض أسعار النفط ووجود خلل أو فجوات في ميزانية الدولة، لكن هذه المقترحات حقيقة لم تكمل بعدها موجودة. طبعا مو مقترح سان دييغو فقط، هناك اقتراحات لمدن أخرى أو ولايات أخرى. احنا إذا تكلمنا الآن طبعا عن أن نفتح مكتب طبعا ثانية أو قنصلية فرعية في كاليفورنيا، طبعا راح تجي العراقيين في بقية الولايات يكونون على الأقل فتحوا قنصلية أو مكتب في الولاية، ليس أكثر من مكتب في نفس الولاية. طبعا مشكور، طبعا بالصعب أرضى كل أبناء الجالية في كل الولايات. نعم دكتور، مشكور على هالتوضيح، خلاص صار واضح يعني عند كل الجالية. بس أتصور أني سمعت فد مقترح البطاقة الذكية، أتصور راح يصير التعامل مع البطاقة الذكية، وحضرتكم يمكن يعني باشرتوا تشتغلون بالبطاقة الذكية حتى تهيئوها للسنة القادمة، وبالحالة يمكن راح تسهل أكثر للمواطن من قبل، يعني من الأوراق والقضايا الأخرى. ودكتور هبسة، التجربة اللي سويتوها في سان دييغو طبعا مشكورين، في عندنا بعض الفيديوهات راح نعرضهن وراح يشوفها المشاهد في الفيسبوك، شلون يعني النظام وشلون الترتيب صار في سان دييغو من الخطة الناجحة اللي حضرتك قدمتها بعد الاجتماعات اللي قمنا بيها احنا وحضرتك، وطرحت لنا على هاي الفكرة الجميلة وكانت حقيقة كلش ناجحة، وهسه قاعد تعرض في الفيسبوك. العفو دكتور، يمكن حضرتك راح تشرح لنا عن البطاقة الذكية شلون يصير التعامل بيها. عفوا اخ حكمة، ما تقصد البطاقة الذكية للمتقاعدين؟ لو تقصد متقاعدين الهوية الموحدة، الهوية يعني الموحدة للمتقاعدين من يجون يراجعون بدون راح يصير بدون اوراق يعني. نعم حقيقة احنا عندنا فريق حضر هنا قبل فترة، عمل دراسة على الموضوع، والآن حتى المعدات والأثاث هم المكتبي وصلنا للقنصلية حتى يباشرون قريبا بتجربة، يعني اختبار لمدى إمكانية نجاح هذه الموضوع، البطاقة الذكية في الولايات المتحدة تحديدا. وأتصور خلال فترة أقل من شهر راح يباشرون في التحضير وبداية هذا التيست اللي راح يكون في الولايات المتحدة. هذا الموضوع أيضا راح يسهل الأمر على المتقاعدين تحديدا، اللي هم أغلبهم من كبار السن، ويجنبهم موضوع يعني المستمسكات والآلية السابقة للعمل. طبعا أيضا هم أريد أضيف هنا أن موضوع سان دييغو ممكن يتعالج أيضا من خلال أكثر من زيارة، يعني إحنا إذا نسوي زيارة واحدة بالسنة ممكن نسوي أكثر من زيارة ونقدم يعني نوع أكثر من خدمة واحدة. هالمرة اقتصرنا على موضوع شهادات الحياة للمتقاعدين باعتبارها هي الحاجة الملحة في بداية العام، ممكن أن نعمل زيارة أخرى في يعني بعد فترة أيضا بنفس الآلية، ونمشي معاملات بقية المعاملات القنصلية مثل الوكالات وبيانات الولادة وما شابه، وحتى مثلا تأشيرة الدخول إلى العراق مثل ما راح نسويها في مثلا سويناها في سان فرانسيسكو، الآن في هيوستن في الأسبوع القادم. ممكن أيضا نكون لسان دييغو خصوصية بحيث يكون لها أكثر من زيارة في السنة. نعم دكتور سلوان، عندنا سؤال هنا أنه بعض الناس يعني ها عندهم فترة طويلة هنا بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنه كهوية عراقية أو كجواز عراقي خلال
مثلا جايتهم لأمريكا أو بسبب معين ضاعت من عندهم، وبعدين عندهم معاملة يريدون يسووها بالعراق كملك كشيء معين، يريدون يسوون قيد الحياة، ويجي يمكم يريد يسوي قيد الحياة، هو ما عنده أي مستمسكات عراقية، عنده مثلا مستمسك أمريكي، عنده جرين كارد، عنده جنسية أمريكية. مثل هالشكل أشخاص شلون تتعاملون وياهم؟ نعم، طبعا وزارة الخارجية والدائرة القنصلية اتخذت هذه القرارات بأنه تشدد على موضوع المستمسكات الأصلية، خاصة فيما يتعلق بأمور نقل الملكية. طبعا هذا قد ينزعج منها المواطن ويثير هذا الاستفهام، أنا كيف راح أمشي معاملتي أو شيء معين في العراق وأنا ما عندي لا جنسية عراقية ولا هوية. لكن بالحقيقة هو حرص أكثر على المواطن هذا بأن ما تمشي أي معاملة إذا ما يكون أو يتم التأكد من أن هذا الشخص هو فعلا على قيد الحياة، التأكد وإثبات أنه هو من خلال مستمسك عراقي. طبعا الجواز الأمريكي ما راح يكون مذكور بأنه هذا الشخص عراقي أو من أصول عراقية، قد يكون مذكور بأنه مولود في العراق، لكن هناك الكثير من الأجانب لعدة أسباب ولدوا في العراق لسبب ما. الجرين كارد كذلك ما يشير لهذا الشيء يعني. وبالنهاية أتصور أنه ترويج معاملة بهذا الشكل ما راح يكون بصالح المواطنين الموجودين هنا، لكن إلها أيضا حلول، أنه ممكن يوكل شخص حتى لو بوكالة أمريكية منا، وهذا الشخص يراجع في العراق ويستخرج للمستمسكات المطلوبة، أو يسافر هو حتى لو ما عنده جواز عراقي، ممكن أن يمنح الفيزا على أساس أنه مولود في العراق، يمنح تأشيرة ويسافر للعراق ويستخرج هذه المستمسكات. أما تمشية المعاملة خاصة أنه الوكالات العامة وكالات نقل الملكية بدون وجود مستمسك عراقي، أعتقد هذا ما راح يصب بصالح المواطنين. وأكيد سامعين أن هناك الكثير من الحالات اللي حصلت لعمليات بيع بالتزوير أو بشكل غير قانوني حصلت، وتضرر منها الكثير من الناس المقيمين هنا. نعم، سؤال هالشكل هو عنده علاقة بالسؤال الأولاني اللي هسه أنت جاوبت عليه. يعني إحنا ككالديين أو كمسيحيين هواي مرات مثلا عندنا مستمسك العماد من الكنيسة، وعندنا هذا المستمسك مثلا نقدر نجيبه من الكنيسة، من الكنيسة اللي تعمدنا بها من العراق. هل إنه هالشكل مستمسك يعني يمشي لو لازم تكون مثلا هوية عراقية، جواز عراقي؟ نعم. حقيقة احنا موضوع الإثبات من خلال الهوية يعني مشروط بحكم القانون باللي إصدار. احنا هنا نصدر وكالة، احنا بنقوم بذات عمل كاتب العدل، فاحنا ناخذ من القانون ما هي المستمسكات المطلوبة لمثلا إصدار وكالة معينة. فللأسف مثلا هذه الوثيقة الصادرة عن الكنيسة أو حتى عن جهات أخرى، مثلا أكو ناس تأتي بعقد زواج، مثلا قام به مثلا رجل دين مسلم أيضا، ويحاول أنه يثبت واقعة الزواج من خلال هذا العقد، أيضا ما نأخذ به إحنا حاليا أصلا يعني، لأن المطلوب فقط هو هوية أحوال مدنية اللي هي تثبت هذه الحالة، واقعة الزواج أو الحالة الزوجية. للأسف لا ممكن أن يأخذ بمثل هذا، لكن ممكن تعتبر وثيقة إسناد إذا الشخص يعني حاول أن يثبت عراقيته أو يثبت أنه ممكن كيف يحصل على مثلا وثيقة سفر مؤقتة للعراق أو تأشيرة على جواز أمريكي، ممكن يأخذها من خلال أي إثبات من هذا النوع. دكتور، هي تكملة لأخذ سؤال لأخذ جنان. الحقيقة هنا أكو مشاكل كثير بهاي القضية، مع الواحد يفقد المستمسك العراقي الموجود عنده سواء كانت الجنسية أو شاد جنسية، وعدهم أملاك في العراق، فعاد قاعد يصير عندهم هواية مشاكل بهالقضية. هي من تقديم من يقدمون الحكومة الأمريكية أول شيء يثبتون عراقيتهم، يكون عندهم مستمسكات، هي المستمسكات، لذلك من يأخذ الجنسية راح يكتبون أصل عراقي بالجواز. بهالحالة هذه ما تخدم للعراقي بحيث هو ثبت جنسيته هو من أهل مثلا إذا كان عراقي أو إذا كان يعني ما نقول لك مولود في
مثل ما قالت اخت جنان بالنسبه للسيرتيفيكال شو اسمه مال اعماد فعاد بهالحاله ما يساعد الجواز هذا حتى نقدر نحصل على اي وثيقه عراقيه حتى يصير بها تسهيل الامر. يعني حضرتكم ممكن تقدرون يعني من خلال حضرتكم تكتبون لوزاره الخارجيه تقولوا لهم يا احنا عندنا مشاكل هواي ناس ضايعه وما يقدرون يسافرون العراق لاسباب امنيه. نعم. يعني أنا أعرف هواي ناس عندهم أملاك في العراق لأسباب أمنية ما يقدرون يسافرون وهنا مضيعين كل يعني كل المستمسكات المطلوبة العراقية بالحالة شي يسوون؟ نعم طبعا هم أيضا لها حلول هذه يعني من ضمنها موضوع اللي ذكرته موضوع الوكالة هذا أحد الحلول أعتقد عمليا أنه يوكل شخص معين في العراق يكون واحد من أقاربه هو يعرف وين نفوسه كان في العراق وهذا الشخص إنه إذا ضاعت له هوية هذا لا يعني إنه يعني سجل النفوس موجود فراح يكون سجل النفوس موجود ويستخرج مثلا بدل ضائع أو تالف للوثيقة اللي فقدها. طبعا هذا واحد من الحلول. موضوع الجواز الأمريكي ما مذكور فيه إنه هذا الشخص جنسيته عراقيه او مزدوج الجنسيه يذكر لا يذكر فقط مولود في العراق عاده مولود في العراق نعم. وذكرت انه مولود في العراق يعني اكو ناس كثير مثلا اجانب مقيمين في العراق يصير عندهم ولادات ويسجل مولود في العراق الشخص لكن هذا لا يعني انه صار عراقي الشخص. نعم. طبعا الموضوع ما متعلق طبعا توضيحك نعم دكتور تحديدا احنا نتاكد من انه هو هذا الشخص نفسه لأن إحنا الشخص حتى نتأكد من أنه عراقي أيضا واسمه مطابق وكل هذه الأمور نحتاج إلى مستمسك عراقي اللي راح يكون هو جزء من شروط عملية نقل الملكية في العراق. نقل الملكية تحديدا هي الوكالة اللي تكون صعبة والوكالة العامة. بقية الوكالات ممكن التعامل معها يعني بخصوصية حسب كل وكالة لكن هذه الوكالتين اللي كون تتعلق بحقوق مالية وخطرة بالنسبة للناس فما ممكن أن تمشي المعاملة إلا بعد التأكد وأن يكون للشخص هويات عراقية ولازم تكون أصلية أيضا حتى يعني المستنسخة والمصورة كذا ما راح تكون تفي بالغرف. نعم دكتور سلوان سؤال آخر مثلا أحد هنا بسانتياغو هو رجال كبير أو مرة كبيرة ما يقدرون يسافرون للوس أنجلوس مع العلم عندهم أوراق وهاي مثلا ابنهم أحد من القرايب يريد هو يسوي المعاملة مالتهم بغض النظر مهما كانت المعاملة إذا كانت قيد الحياة أو معاملة أخرى فيقدر أنه هو يأخذ هنا وكالة من عندهم ويجي يومكم بحساب أنه هو متقاعد هذا الشخص الكبير بالعمر اللي ما يقدر يجي أنه يقدر يجي واحد لاخر مكانه وبيد الأوراق مالته يقول هذا يعني أريد توقعوا لي أو تسووا لي يعني ختم أنه هذا الشخص هو على قيد الحياة. نعم احنا حقيقة عندنا هاي الحالات بشكل يومي انه شخص معين قد يكون مقعد ممكن يخرج من غرفته اصلا يعني او في مستشفى هو واحنا تعاملنا مع الحالات بشكل يومي. طبعا قد تكون تاخذ وقت احيانا بس احنا لنا اليات معينة انه كيف نخلي هذا الشخص. عادة احنا الالية الرئيسية انه نرسل احد موظفينا لهذا الشخص يتأكد من انه هو موجود على قيد الحياة لكن ما ممكن يجينا القنصلية. احنا بالزيارة الاخيرة لسان دييغو كان هناك ناس ما قدروا يجونا للقاعة اللي كنا متواجدين فيها يعني كانوا في المستشفى ومقعدين ممكن اذا شوفوها بالصور معينة الشخص ما ممكن يكون من السرير مالته فارسلنا للموظف على للمستشفى والبيت خلى يوقع أو يتأكد من قيد الحياة فعندنا حالات كثيرة مشيناها بهذه الطريقة في سان دييغو. احنا بنفس الوقت بشكل يومي احنا عندنا تقريبا اي حالة من هذا النوع بعد انه نتأكد طبعا انه فعلا يعني مو كل شخص راح يكون مريض بالبيت راح نتعامل بهذه الطريقة. اكو حالات معينة انه شخص ما ممكن ويحتاجون الوكالة. عندنا حالة معينة شخص عراقي موجود فاقد الأطراف الأربعة إحدى الولايات يعني وليس حتى كاليفورنيا ف يعني أرسلنا موظف إلى منا يعني
فلايت وراح سافر لنا هناك والتقى بي وكمل المعاملات مالته ورجع. طبعا هاي العملية ما ممكن انه طبعا متأكد ان هناك اعداد كبيرة من هذا، فلهذا قد تأخذ وقت. يعني قد الشخص يتصل يقول انا هاي حالتي، بعد انه متأكد من حالته نعم. نخليه بالجدول عندنا مع هاي الحالات الخاصة ونبدأ نتعامل وياها حسب الامكانيات الموجودة عندنا، حالة حالة يعني بعد حالة نعم. بس موجود هذا الموضوع انه هذا احد الحلول لها، انه احنا راح مجرد يبلغونا انه عندنا هاي الحالة بعد ان نتأكد منها احنا نتعامل معها ونلقي لها الحل المناسب. دكتور نعم. الحقيقة تعقيبا لكلامك، من صار استلام شات حياة يعني من جو الزيارة الأخيرة نفس الشيء، كانوا جماعة موجودين في المستشفى او في البيت يعني ما يقدرون يتحركون، صار التعامل ويا القنصل سلامنا له يعني السوداني، وصار مثلا الفيسبوك يعني بالإضافة للتأكد صار فيسبوك مثلا العفو صورة بحيث فيس تايم بين الشخص المتقاعد النايم ما يقدر يطلع وبين القنصلية الموجودة، السيد القنصل كان موجود عندنا وصار يعني تسهيل الأمر. فعد هاي الشغلة مشكورين عليها جدا. دكتور بس عندي اقتراح يعني والله من حضرتك إذا توافقنا عليه. خلال هاي السنة زرتونا في الشهر الثاني الحقيقة نعم. وتعرف أنت الزخم أكثر شيء يصير عندنا الشهر الأول جانيوري، ممكن حضرتكم بعد الدراسة أنت قمت بها الحقيقة ومشكور هذه السنة كانت ناجحة جدا، أن تقومون بزيارة أخرى في الشهر الأول لأكثر من زيارة لتسليم المعاملات، وبعد ذلك يعني تقومون بإنجاز المعاملة في لوس أنجلوس وتقديمها للمواطنين بالسفرة الثانية. ممكن أن تسوون أكثر من زيارة في جانيوري، الزخم اللي يكون عندنا الحقيقة كثير كثير يعني. لا ممكن يعني احنا في أصلا عندنا هذه النية أصلا أنه المدن اللي بيها كثافة وبيها في نفس الوقت حالات خاصة، حالات حقيقة احنا انا بالنسبة لي شخصيا مهتم جدا بموضوع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. البقية بصراحة انه اللي يقول انا ما اقدر اخذ اجازة من العمل، اللي ما يريد يسوق، اللي ما يريد يصرف او كذا يجي، حقيقة هاي ما راح نقدر احنا نخدم كل هذول الناس بهالطريقة. لكن كبار السن ذوي الاحتياجات الخاصة احنا يعني المدينة اللي يكون بها عدد كبير من هذا النوع حقيقة يعني لا بأس انه نعمل اكثر من زيارة قنصلية للعمل. طبعا الزيارة مو سهلة، يعرف حتى الاخ حكمت يعرف انه الموضوع يحتاج الى تنسيق، يحتاج الى حتى الموظفين اللي عندنا احنا نحاول انه للعدد القليل، فاذا نترك القنصليه في ايام العمل يعني القنصليه ما راح تعمل، فاحنا نحاولنا انه نجي ونعمل كل زياراتنا القنصليه خلال فتره عطله نهايه الاسبوع، يعني سان فرانسيسكو، سان دييغو، هيوستن، كلها راح تكون في عطله نهايه الاسبوع. طبعا الموظف هاي عطلته واحنا في نفس الوقت راح ناخذه نشغله في يوم العطله في عمل مضاعف يبدأ من الصباح إلى الليل ومع سفر نعم. موضوع القاعة مو سهل، موضوع حتى التأمين المكان أحيانا يحتاج إلى نوع من الحماية والتنظيم، كل هذه الأمور مو سهلة. لكن مع هذا احنا شو نقول انه الجالية تستحق انه نعمل على الأقل نقدر عليه بالتعاون مع الكثير من الأخوان من الجالية العراقية، المنظمات العراقية، مثلا جمعية تلسكوب كانت واحدة من المنظمات اللي كانت فاعلة وساعدتنا كثيرا في الزيارة الأخيرة وقبلها في الاطلاع على المشاكل. حقيقة أنا حاولت أنه سمعت الكثير لكن حاولت أنه أكون بتماس مباشر مع أبناء الجالية، فكان عندنا زيارة وندوة في بداية الصور كانت أخذت ما يمكن نعم. شهر التاسع شهر الإدعش أرشو يعني نوفمبر كانت صح. فسمعت المشاكل الموجودة وخلي أسميها الهموم، واللي سمعته من الناس إنه ناس قالوا إن شعرنا في الإذلاء بالإذلاء من جهة السيارة السابقة ما كانت منظمة كذا، ناس قالت إحنا لا راح نسوق 3-4 ساعات كد ما يكون نروح للقنصلية أفضل ما نجي للقاعة، لأن كانت الزيارة مثلا
غير منظمة. هاي الإمكان طبعا موضوع التنظيم مو سهل صح، هو يخرج بالنهاية بمظهر مناسب وكذا، وهم ما راح يخلو أيضا من الانتقادات بكل الأحوال، لكن مو سهل، يحتاج إلى ترتيب وتعاون مع عدة جهات لحد ما ننظمه. مع هذا احنا نحاول أيضا أنه نعمل زيارة أخرى لسان دييغو ولا مدن أخرى على نفس النهج هذا، خلال نهاية عطلة نهاية الأسبوع يصير فريق قنصلي مصغر يروح ينجز عدد من المعاملات ويرجع. دكتور سلوان، بس نوضح وننطي معلومات إضافية للمستمع الكريم، أنه نريد نعرف مثلا عدد الموظفين الموجودين هناك، الساعات اللي تكونون متواجدين بها، لأن أكو مثلا منهم يروحون بأيام الأطل اللي هو السبت والأحد، يمكن أنتوا تكونون يعني ما مفتوحة مثلا القنصلية، فأتمنى تنطينا الأوقات مالتكم. نعم نعم، أوقات الدوام بشكل عام إحنا في الأيام العادية أو الأشهر اللي ما بيها زخم عمل كبير الدوام يبدي الساعة 8:30 ينتهي الساعة 3. نعم، العدد الكادر الموجود يعني ليس بالعدد الكبير، يعني إحنا نتكلم عن 10 موظفين بالمجمل تقريبا الموجودين. طبعا عطلة نهاية الأسبوع هذه راح تكون عطلة موجودة، يعني بكل أحوال كل المؤسسات تكون معطلة بها يوم السبت والأحد. نعم، العطل الرسمية للعراق والولايات المتحدة كل القنصليات والسفارات الموجودة وتعمل في الولايات المتحدة وفي أي دولة هي خاضعة لأعراف وقواعد عمل دبلوماسي، تكون العطل تشمل عطل الدولة. نعم، والدولة المضيفة أيضا، يعني السفارة الأمريكية مثلا في بغداد تعطل العطل العراقية وتعطل العطل الأمريكية أيضا، وكذلك السفارات والبعثات العراقية الموجودة في دول العالم تعطل العطل الوطنية وتعطل العطل اللي الموجودة في الدولة كلها. هذا عرف دبلوماسي قد يضايق منا بعض الموظفين، راح يقولون ليش تعطلون انتو ويا العراق تعطلون الولايات المتحدة. نعم، لكن هذا الشيء موجود ايضا لو حسب الدولة، مثلا صفحة السفارة الامريكية في بغداد راح يشوفها معطلة عطلة عيد الفطر وعيد الاضحى. نعم، وبكل المناسبات العراقية ايضا يكونون معطلين بها. دكتور سلوان، احنا خلال بس اريد اوضح خلال فترة الشهر شهر الـ12 شهر الواحد والثاني احنا بالنسبة لنا اوقات الدوام لا مغيريها، يبدأ الدوام الساعة 8:30 وينتهي حسب مقتضيات العمل. انا صدرت امر اداري. نعم، هذا مضمونه. مقتضيات العمل عندنا هو انجاز اخر معاملة لاخر مواطن وصل القنصلية. نعم، هل المواعيد الموجودة لحد ما تفرغ القاعة الدوام موجود؟ نعم، هل مواعيد وهل أطل، يعني مثلا احنا هنا بأمريكا مر اكو أسا هواية أطل بالعراق يمكن منها ما نتذكرها، فأنتوا الأيام اللي تكونون مثلا عطلين بيها تكونون مخليها announcement، يعني مخليها كإعلان. نعم، بال نقول بالويب سايت مالتكم. نعم نعم، احنا عندنا الكالندر الخاص بال قنصلية، ممكن تشوفوا انه مؤشرة في كل العطل. نعم، احنا حاولنا نتجنب موضوع انه كل ما تصير عطلة ننزل اعلام بيها. نعم، صراحة مع بداية السنة وجهت انه يكون عندنا تقويم واضح، فاذا حضرتك مثلا عندك نية انه تراجعين القنصلية على سبيل المثال بجون، فراح ممكن هسه ببساطة تطلعين التقويم هذا، شوفين شهر جون كم عطلة راح يكون بيه، بيه عطل لو ما بيه عطل اصلا، وعندك اوقات الدوام فراح يكون سهل جدا. يعني حتى اللي يريد يحجز تذكرة قبل أشهر معينة، نعم، ماكو داعي يكون متردد ويحجز قبلها بأسبوع، ممكن يحجز ويلاحظ التقويم موجود طبعا بصفحتنا، يلاحظ المناسبات كلها معدديها وكل العطل موجودة فيها على مدار السنة لسنة 2019 كلها. نعم، يعني هذا أنا بهالطريقة راح أكون يعني حتى مستقبلا. نعم، راح يكون عندنا تقويم سنوي ينزل. شكرا. كل ما يكون عطلة ننزل إعلان، إلا إذا صار عطلة استثنائية لأي سبب يعني، فهذا راح يكون شيء خارج الكالندر. دكتور، عندي فرد اقتراح معين حقيقة، يمكن أنا وحضرتك تكلمنا به بالنسبة. نعم، لأكو في هنا الحقيقة شخصيات معروفة كانت في العراق، وهذه الشخصيات هسه حاليا موجودة في أمريكا، مثلا يمكن حضرتك تكلمنا على غلاديس يوسف
ومن أمثالها يعني. ممكن حضرتكم تسوون فرد يعني احتفال صغير، احتفال هيش حتى يصير تكريم هاي الشخصيات المعروفة الموجودة حاليا هنا يعني، أو شاركونا شاركونا باحتفالاتنا نسويها في سان دياغو، أو احتفالاتكم إذا صارت في لوس أنجلوس تدعون بعض الشخصيات الموجودة في سان دياغو. وبالتأكيد مقترح جدير، احنا واحنا بدأنا به أصلا كقنصلية، حاولنا أنه بين فترة وفترة الرواد في مجال الفن، في مجال الرياضة، الشخصيات المعروفة المتواجدة هنا، أنه نحاول أنه نتصل بها ونكرمها، حتى لو يكون تكريم رمزي فقط لأنه يعكس العطاء اللي قدموه للبلد ولأبناء الشعب العراقي. بالعكس مقترح جدير، والقنصلية جاهزة لاستقبال أي اقتراح حتى من حضراتكم اللي بالنسبة لأي شخصية، والمشاركة بأي فعالية لتكريم أي شخصية عراقية. احنا بالعكس ممكن نكون جزء من هذا الاحتفال وهذا التكريم. دكتور سلوان، نتمنى هالشكل نشاطات لما نكون عندكم تبلغون الراديو الكلداني، عجبنا نسوي تغطية على هالشكل أشياء. ممكن إن شاء الله بداية خير هاي بيناتنا. احنا بالعكس يعني فخور بوجود هذا الراديو، وما كان عندي فكرة عنه بصراحة سابقا، لكن وجوده واهتمامه بهموم الجالية باحتفالات الجالية وتصور الراديو أيضا ممكن يكون جسر وقناة تواصل بين القنصلية وحتى الحكومة أكيد. العراقية وأبناء جاليتنا إن شاء الله، هنا إن شاء الله. نقدم من خلالكم أنه إعلاناتنا الأمور اللي تهم الناس الموجودين تتعلق سواء بخدماتنا باحتفالاتنا الموجودة هنا، ممكن أن يكون الراديو أيضا جسر للتواصل مع أبناء جاليتنا إن شاء الله مستقبلا. دكتور يمكن عندنا اتصال قبل ما ننهي الحلقة، نقدر نقول ألو؟ ألو؟ تفضل. تحياتي للدكتور الأخ العزيز سلوان. دكتور نوري طبعا، نوري باركة. أهلا وسهلا. شرفت معرفتك طبعا دكتور باللقاء الأخير وزيارتك لسانياغو. أهلا وسهلا دكتور، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. صراحة كل شيء فرحت بهذا اللقاء. نعم. شفت الحرص اللي جنابك ماخذ كل الاحتياطات وكل الجوانب اللي تهم مصلحة أبناء شعبنا هنا ومداراتهم، وحرصك على القيام بعمل القنصلية بواجبها وبكل يعني جدارة من خلال كلامك ومن خلال التوثيقات اللي شرحتها، وحتى وجود كالندر يعني بين الأوقات الأطل وكل ما يتعلق بعمل السفارة، هذا الشيء نفتخر به، أنه يدل على أنه أنت حريص على مهمتك وتأدي واجبك بصورة المطلوبة اللي يتمناها جميع أبناء شعبنا. فإحنا نشكرك على هذا الدور وعلى وجودك بهذه المسؤولية، وإن شاء الله نستمر بالتعاون باسم الرابطة الكلدانية طبعا اللي أنا أمثلها، باسم الراديو الكلداني وباسم أبناء شعبنا هنا، نفتخر بك ونتمنى أن نلتقي مرة ثانية في مناسبات القادمة. شكرا. شكرا دكتور نوري، طبعا لنا الشرف أنه تواصلنا والتقينا بحضرتكم. طبعا بالعكس اللي دي نقوم به هو جزء من واجبنا أصلا يعني، وأتمنى دائما أنه نحصل على أي اقتراحات أنه كيف ممكن نقدم الأفضل ضمن الإمكانيات. طبعا نحن نحاول أنه ضمن أقل مستوى من الإمكانيات الموجودة نقدم الأفضل، وأعتقد بالتعاون مع جاليتنا نفسها أو من اللي أصلا قائمين على تقديم خدمات لجاليتنا، أنه يصير تعاون. هذا التعاون ممكن أنه من خلال النتيجة والهدف المشترك بيناتنا أنه نحصل أفضل النتائج. وبالنهاية شفنا مثلا كم تجربة بسيطة اللي قمنا بها مثلا للتواصل لتقديم خدمات كانت ناجحة، وبالعكس أعتقد مستقبلا ممكن أنه نتعاون في المجالات الثقافية، كيف أنه نقدم العراق بأفضل صورة
يعني نتجاوز موضوع فقط تقديم الخدمات، الأنشطة الثقافية، الفعاليات العراقية ممكن أن تكون مشتركة، سواء اللي احنا نقوم بها كقنصلية تكون الفعاليات العراقية والمنظمات والشخصيات العراقية مشاركة بها بشكل جيد، والقنصلية أيضا تكون طرف في الأنشطة اللي تقوم بها الجالية العراقية، اللي بالنهاية يجمعنا هدف واحد، وأنا متأكد منه أنه كل أبناء الجالية العراقية الموجودة هنا على الرغم من كل الإيجابيات الموجودة في الحياة هنا، لاحظت أنه الغالبية الساحقة من أبناء الجالية لا يزالون محتفظين بهويتهم العراقية، معتزين بها، يفتخرون بها أمام الأمريكان، أمام بقية الجاليات الموجودة في الولايات المتحدة، ويحاولون أن يسوقون الهوية والتاريخ العراقي بأفضل صورة. فأعتقد نحتاج إلى المزيد من العمل المشترك بيناتنا بأن نحافظ على هذه الهوية، وأنه نخرجها للمجتمع الأمريكي اللي احنا كلنا متواجدين به الآن بأفضل صورة تليق بتاريخ العراق وبعراقة العراق. دكتور نوري بركة هو رئيس الراديو الكلداني. طبعا نشكر هواية دكتور نوري بركة على المداخلة الحلوة، وتفضل دكتور. يا العفو، بس أنا حبيت أكد للدكتور سلوان أنه وإحنا حقيقة في كاليفورنيا، طبعا مو كل بكل أمريكا، إثبتنا وجودنا كجالية حقيقة يعني إلها تاريخ وعراقة. يعني إحنا نفتخر أنه في الكهون من زادة العوائل العراقية في هالمنطقة هذه، قلت نسبة الجريمة في هالمدينة هذه بنسبة 27% خلال 15 سنة الأخيرة. نسبة الجريمة قلت في الكهون 27%، وهذا الحكي من المير مال الكهون، وأكد أنه وجود الجالية العراقية والعائلة المتماسكة هذا القيم اللي عندنا حافظت على وقوة المدينة وانطت صورة جديدة، صورة الأمن والنظافة والالتزام، حتى مدارسنا منورة بشبابنا اللي هم خريجين وما شاء الله متفوقين. بعد نستغرق قلنا ننقل في الصورة حلوة عن أصالتنا لهذا البلد، وراح نستمر بهذا العمل طبعا، وحنا نتمنى أنه يجي يوم نقدر نزور العراق على شكل وفود سياحية، نأخذ وفود سياحية من كاليفورنيا ونزور بلدنا. أنا صراحة ما أحد من الناس صار لي تقريبا 40 سنة ما رايح للعراق، أتمنى أنه أقدر أروح أزور بلدي، وخلال سفرة سياحية يكون بالبلدي استقرار، ويكون هناك ثقافة، ويكون هناك يعني في شيء نفتخر به، وإن شاء الله هذا الشيء يصير، يعني نتمنى يصير نشوفه من خلال حياتنا. نشكرك هواية دكتور نوري على هالمداخلة الحلوة، وإن شاء الله دائما يكون ويانا القنصل العراقي دكتور سلوان، وينطينا بعض المعلومات عن النشاطات القيمة اللي تيسووها بلوس أنجلوس لخدمة الجالية العراقية. طبعا نشكر السيد القنصل وزاد الشرف حضرتك اليوم كنت ويانا في إذاعتنا الموقرة، وكذلك نشكر الأخت رانيا والأخت جنان اللي كانوا ويانا، وستاذ سيمون ومخرجنا العزيز عدنان منصور، وكذلك نشكر المتصلين اللي اتصلوا بينا، الدكتور خالد والدكتور نوري واستاذ عدنان، ونشكرك جزيل الشكر استاذ دكتورنا العزيز، وان شاء الله نلتقي وياك في مناسبات اخرى. والسؤال دائما قاعد يتردد في الفيسبوك، المكتب في القنصليه في سان دياغو، طبعا حضرتك جبت وكان جواب وافي، وان شاء الله راح تكثرون من هذه الزيارات في سان دياغو. وشكرا اخوي العزيز وصديقي الدكتور سلوان السنجاري. دكتور نوري بركة، عندك كلمة أخرى تريد تنطيها لنا اليوم؟ شكرا جزيلا، طبعا أشكركم جنان ورانيا وحكمة وعدنان وسيمون على جهودكم ونشاطكم ومثابرتكم، وإن شاء الله تتقدمون إلى الأمام. شكرا جزيلا، تحياتي لكم جميعا، مع السلامة. دكتور سلوان،
كلمة المستمعين راديو الكلداني، اتفضل. نعم، شكرا جزيلا مرة ثانية. طبعا أجدد مرة ثانية أنه شكري لهذا الراديو، للكادر الراديو، للمخرج وبقية الأخوان ورئيس الراديو. طبعا أشكر الراديو لأن سمح الفرصة لي أن أتواصل مع المستمعين من أبناء الجالية. أقدم جزء بسيط من الأجوبة اللي يمكن كانت موجودة في أذهانهم. ولدي الشرف أيضا أنه أتواصل مستقبلا مع هذا الراديو، يكون قناة للقنصلية لإيصال صوتها إلى أبناء الجالية بأفضل سبيل، وفي نفس الوقت الاستماع إلى شكاوى وهموم واقتراحات أبناء جاليتنا من خلال البرامج اللي يقدمها هذا الراديو. إن شاء الله تكونوا موفقين بعملكم وتتواصلون من نجاح لنجاح. شكرا جزيلا دكتور سلوان السنجاري، وإن شاء الله دائما نكون على تواصل. نشكرك على هالوقت اللي انطيته لنا، شكرا جزيلا. شكرا، شكرا للجميع. شكرا دكتور. مع السلامة. مع السلامة. مستمعينا الكرام، سمعتوا هاللقاء الحلو اللي بيه معلومات قيمة جدا اللي كان مع الدكتور سلوان السنجاري من لوس أنجلوس. فهسه وصلنا إلى نهاية هاي الحلقة. طبعا أشكر أستاذ حكمت على وجوده ويانا، هو دائما يتصل بس هاليوم إجا ويانا وأنطانا بعض المقترحات، بعض الأسئلة رأسا هنا لايف بالراديو الكلداني. إن شاء الله. أستاذ عدنان قدم لنا فرد أغنية، أغنية عراقية الحقيقة نحب.